ما شاء الله ما شاء الله، بتعملي ايه يا مرت العمده؟ تالي جابك هنا؟ جيت بلاش اجي ولا ايه؟ جيت علشان اشوف مرت العمده اللي هي على ذمته نزلت مصر تتصرمح شمال ويمين مع مين؟ ايه تتصرمح؟ دي انت اتجننت ولا ايه؟ انا اتجننت؟ اوعى ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ما يصحش كده، اهدى شويه. في ايه؟ ومين بسلامتك بقى علشان يعني نتعرف على بعض؟ ممكن بالراحه يا عمده عشان نعرف نتكلم شويه؟ كيف يعني؟ كيف بالراحه واهدى؟ اخد مهبط يعني؟ اقعد على الكنبه دي مستنيكوا بعد ما تروحوا تتصرمحوا لوش الفجر وترجعوا؟ غلطان انا؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انت مالكش حق اصلا ان انت تيجي هنا ولا ليك حكم عليا. لما تبقى بقى تعمل اللي احنا اتفقنا عليه وتثبت لي كده انك راجل بصحيح، وقتها هنبقى نتكلم يا عمده. بطل العن والرن بتاعك ده والكلام الماسخ، كل شويه كلام كلام انت وامك. انت جاي هنا ليه؟ عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز، انا هعمل اللي انا عايز اعمله دلوقتي. هو انت قلت لي اكسبها؟ يا لهوي افهم اللي بقول لك عليه كويس يا ابن الناس. لو مديت يدك تاني هخرم لك دماغك دي اخليها مصفى اتصفي فيها طماطم. فاهم ولا مش فاهم؟ انت خلاص انت اتجننت. انا ما اتجننت؟ ما اتجننت لما فتك تسيب البيت في البلد. انا العمده، العمده اللي بحكم الناس كلها، مش قادر احكم بنت كريمه. تعالي. ادخلي رايحه تتصرمحي على حل شعرك في مصر وناسي انك متتجوزه بقف. ما ديك قلت اهو بقف. هو في حد بقى بيستأذن من بقف؟ هاني بقف، تعالي بقول لك ايه. ظاهر انك انت عايزه تتربي من اول وجديد، مش لاقيه كبير ربيكي. تربي مين يا سيدي الرجال انت؟ لما انت عامل فيها ذكر قوي كده كنت عرفت تجيب لي حقي من عبد الحكيم. حق ايه يا بنت الناس؟ خلاص دلوقتي ما بقتش عارف حق ايه؟ نسيت فجأة. صحيح ما انت ركبك بتخبط كده ببعض بس تسمع اسمه. بطلي بقى، بطلي بقى الاسطوانة الماسكة والكلام الفارغ اللي عمالة تقوليه انت وامك. ثلاثة بالله العظيم ما تخرجي من البيت ده واصل. هطلع يا عمدة، هطلع ومش راجع البيت ده تاني، وانت هتطلقني. طلقك؟ هو احنا كنا اتجوزنا عشان اطلقك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم اتجوزك الاول، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوعى كده، انت مجنون ولا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا سلام، بقول لك ايه؟ لازم اتجوزك يا بنت الناس. اوعى كده. تعالي ليه؟ لو خرجت بره البيت هتفنك مكانك، وساعتها عبد الحكيم هيشكرني، هيقول لي زين عليك العثمان اللي انت عملته ده. انت شكلك خلاص مخك فوت. فوت؟ فوت يا زينب عشان عشقتك. عشقتي مين يا مجنون انت؟ دلوقتي بقيت مجنون. خلاص مش عثمان ده اللي كان الكل في الكل، ولا انت كنت عايزين عثمان انت وامك يقف قصاد عبد الحكيم وبس؟ هو ده اللي احنا كنا عايزينه. خلاص والدين اللي انا عايزه هاخد حقي. حق ايه ده ان شاء الله؟ حقي فيك يا زينب. لا يا حبيبي، ده في المشمش لما تبقى تعمل اللي وعدت بيه الاول. يبقى حقي الاول، طالما عايز حقك اخد حقي. مصلحة قصاد مصلحة. انت لو قربت مني هرمي نفسي من الشباك. ارمي نفسك من الشباك وفي ايه يعني؟ تعرف الناس هتقول ايه؟ هتقول عليك انك كنت معيوبة في ليلة دخلتك، وانا هقول الكلام ده، وفضحتك هتبقى على اهل البلد كلها وقدام امك وقدام ابوك عبد الله الله يرحمه. انت ما تعرفيش عثمان يا زينب. انا لما بتحول ببقى حاجة تانية خالص. انت عايز حقك وانا عاوز حقي، وتلاتة بالله العظيم لو خرجت من البيت ده لحكم تقهد بالنار. خد يا بنت، انت يا بنت. ماما زينب يا ماما، زينب ماما الحقيقة يا ماما. اللي كان زينب ماشي يا بنت اصبري يا ماما، جاني اللي ماما هيموتني. ليه؟ مش عارفة مش عارفة، انا عايزة اخلص. خد يا بنت ماما. اطلع معايا على البيت. مفيش لولو معاك على البيت يا عثمان. هتطلع يعني هتطلع؟ مش هتروح معاك في اي حته يا عمده. وانت مين بقى بسلامتك عشان تخش في الموضوع ده اساسا؟ طب امشي من هنا وبلاش فضايح. في ايه يا عمده؟ انت مش لاقي حد تعمل عليه عمده بره، جاي فرد دلوعك وتعمل علينا عمده؟ انا عمده؟ عمده غصب عنك؟
عليك وعلى شددني كمان. احنا هنغلط بقى ونقل ادبنا ونطول لساننا كمان. اطول لساني زي ما انا عايز وماليش كلام معاك يا كريمه. انا كلام مع مرتي اطلع البيت. مش هتطلع يا عمده. هتيجي معايا يعني هتيجي معايا. امشي امشي من هنا بدل ما الم عليك الناس. وانت اللي قصرت تتكلم يا بتطلق انت. ها شوفي فضايح مرتي بتعملي ايه في مصر. راح تتصرمح مع اللي اسود ولا مع سواش؟ اخرس قطع لسانك راجل قليل الادب ما عندكش دم. انا بنتي متربيه احسن تربيه يا ابو غفل. هنعرف يا كريمه هنعرف اذا كانت بنتك متربيه ولا مش متربيه. هاني اللي اعرف. اوعي الحقوني يا ناس الحقوني. العبد عاوز يموت. الحقوني يا ناس. صرخي اوعي ايدك. صرخي زي ما انت عايزه. لم علينا الناس. خليها تفضح كريمه ويعرف ان بنتها مش عايزة تخش على جوزها يوم زفافها. يبقى ايه؟ يبقى معيوبة يا كريمة. انت سألت يا رجل انت؟ بقول لك ايه؟ انا هاخد مرتي. انت مش معيوبة، انت اللي معيوب ومخك فاضي وهمجي. عارف بنتي مش عايزة تخش عليك ليه؟ ليه؟ عشان انت ما بتنفذش كلمة واحدة من اللي انت قلتها. عرفت ولا قلتها لي يا عمدة؟ لا ما عرفتش يا كريمة. اديك عرفت. وهاخد مرتي يعني هاخد مرتي. مش هتاخد مرتي. خدي اركبي اركبي خشوا 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 يا زينب. استنى يا عمده. زينب استنى ولا استنى استنى يا زينب يا زينب. قلبي يا بنتي. عملتي قلبي حصل لك ايه؟ تعالي معايا تعالي. ادخلي ادخلي. حد هنا؟ يا امسكي انت يا عمدة. بقول لك ايه؟ 10 دقايق برجع لك اشوف ايه تحت. زينب انت قلت لك وصلت. انت يا عمدة انت اللي اسمك عثمان. يف يف مالك داخل انت حبيبك قدام ليه؟ البت فين؟ ايه؟ البت بنت فين يا عثمان؟ ما عنديش بنات. يعني ايه؟ يعني ايه يعني ما عنديش بنات؟ ولا توكل على الله وقول امسها. بقى كده؟ ايه بقى كده دي؟ بتهددين ولا ايه؟ زينب خد يا بنت. انت فين يا زينب؟ توكل على الله. اقعد يا بنت. اوعى ما تمسكنيش. اوعى اللي ايدك من عليه. زينب اطلع قدامي. يلا ايوه اطلع قدامي. يلا 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 قوم اعملها. انا هوريك يا عثمان. وريني يلا. وادخوا عيارين واخلص منه عشان اخلص بنتي. دبريني يا بنتي اعمل ايه؟ ناديه مش دي عربية مروان؟ هي ايه يا عمتي؟ هتعمل ايه؟ هخشله. مروان؟ مروان يا عمتي؟ مروان. المهم بنتي تخلص وخلاص. انت عاوزه جبريه تشمت فينا؟ عارفه لو جبريه نفسها تقدر تخلص بنتي هروح لها وتجيبها وهي اللي تخلصها. بنتك يعني ايه؟ مروان؟ لا يا عمتي لا يا عمتي بلاش بلاش يا عمتي. معلش يا حبيبتي حقك عليا. انا عارفه ان انت مش عايزه تخش جوه بس اعمل ايه ده اللي قدامي؟ مفيش في البلد. مين اللي هيجي يا مروان؟ ايوه 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 مروان الحقني يا ابني. الحقني يا حبيبي. فيه. العمدة عثمان هيموت زينب. هيموتها ليك يا فضل الشر. الحقني تعالى نجيبها تعالى. اهدي قولي لي ايه اللي حصل؟ انت لسه هتسأل. بقول لك العمدة هيموت زينب تقول لي ايه اللي حصل؟ ما هو جوزها. ما تقلقيش يا ستي كريمة، هو الجواز كده فأوله مشاكل كتير بس شوية شوية الوحدة بتاخد على طبع جوزها وبتعرف تعامله كيف. هو أنا اللي هقول لك برضه مروان هتسيب زينب؟ هتسيب بنت عمك في ايديه؟ هيموتها لو ما عملتش اللي هو عايزه. وهو عايز ايه؟ البنت رفضها ورفضها انه يجي جنبي منها ويلمسها. ايوه يا حبيبي رفضها ورفض الجوازه دي من اصله وانا اللي جوزتها بالعافيه. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايوه اللي انت سامعه ده انا اللي جوزتها بالعافيه.
هي دلوقتي مرته، وطالما مرته يبقى من حقه يعمل اللي هو عايزه، ولا ايه؟ الاصول اصول واحنا مالنا. اه انت مالكيش دعوه، انا بكلم ابن عمها. مروان هتسيب زينب؟ لا لا مش هسيبها، مش هسيبها، ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. على فين؟ على فين يعني ايه؟ هروح اجيب بنت عمي واقطع رقبه البودي. اه واجب برضه، انا جايه معاك. يا عثمان يا زينب يا عثمان. ايه ده؟ في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ يا زينب مالك يا مروان؟ خبريه زينب فين؟ زينب مين؟ زينب مرتي؟ اوعى تقول مرتك، اوعى. انت مجنون ولا ايه؟ ها؟ ازاي تتهجم على بيتك ده وعلى مرتي من غير اذن؟ زينب خد حالك ده. زينب يا زينب يا زينب مروان اوعى تتهجم اكتر من ده، انا بقول لك اهو. تعالي. وانت ايه اللي نزلك من الله؟ والمصحف الشريف الرصاصة التانية هتكون جوه دماغك. اللي بتعمله ده غلط يا ولد عم الحكيم. اخلص زينب اخلص. زينب تعالي. زينب هتبقى هنا؟ ما ينفعش يا مروان. لا ينفع، طول ما زينب هنا محدش يقدر يقرب لها. ما ينفعش تقعد هنا دلوقت. قلت ينفع. انت كويسة دلوقتي يا حبيبتي؟ اهدى، هو العمدة طلقها؟ ويطلقها ليه بس يا جبري؟ خلاص مش عايز اسمع ولا كلمة. تعالي يا زينب، تعالي حبيبتي. من هنا ورايح مش عايز اسمع لا حس ولا صوت ولا خناق كمان. كل واحده منكم تحط لسانها في خشمها. مروان تقول لها انا الكلام ده؟ انا بقول الكلام ده لكل واحد في البيت. خلاص ما فيش كلام تاني لحد كده وكفايه. طهقت